Pour communiquer en français, cinquième année de l'enseignement primaire, la page 34-35. Unité didactique 1, orthographe dictée, semaine 3 et 4, les accents. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaban bikoum moutabiyé ou moutabiyé atkhanat mouchidi at-tarawiyya. Dans ce jadid yata'allaq, les accents. J'observe et je découvre. Yanna wa hansir, anhaoudou al-kara adilou al-fahmiyyat. Aujourd'hui, est un jour de fête pour Lina. Le lion, royaume Aïd Nisfa Lina, c'est le début des vacances d'été. Il a fait l'été à hâte d'aller chez sa grande-mère qui vit à la campagne. Il a dit que c'est le début de la campagne. Il a dit que c'est le début de la campagne. Il s'installe près de son frère dans la voiture et ferme la portière. يعني جلست أو جدات بلاصتها مع أخوها في السيارة وبلعوا الأبواب. إذا هنا عندنا 3 questions. Le premier, quels sont les mots où il y a des accents؟ قالك شكون هما الكلمات اللي فيهم des accents؟ إذا نبداو عندنا فات. إذا أول كلمة عندنا هي فات. إذا الكلمة الثانية عندنا ديبي، عندنا إتي، وعندنا كلمة أت، وعندنا أيضا مير، غروند مير، لأن هذه كلمة واحدة الجدة، وعندنا أ، وعندنا بخي، وعندنا أيضا فخير. إذا هذو هما الكلمات اللي فيهم ديزاكسون. مزيان. دابا لا دوزيام كيستيون، كومبيان ياتيل دي تيب داكسون؟ إذا شحال عندنا ديال الأنواع ديال لي زاكسون؟ إذا عندنا أكسون لولا سيركونفليكس، عندنا أكسون أغي، وعندنا أكسون أيضا غراف، لأكسون غراف. إذا عندنا 3. لا كيستيون 3، سور كيل لتر لي زاكسون سونتيل بلاسي؟ يعني كيقولوا لنا هنا هاد لي زاكسون علاش من حروف مكتوبين؟ إذا عندنا هنايا أو، عندنا أ، عندنا أو، كتعاود أو كتعاود أو كتعاود أو، أيضا كتعاود أو كتعاود، وعندنا أ كتعاود. إذا كاين جوج حروف هنايا، سو سون أ إي أو. إذا الجواب ديالنا بالنسبة لنا لا بخومييي كيستيون، هادوم الكلمات اللي فيهم لي زاكسون، كتبناهم هنا. ثم لا دوزيام كيستيون، إليا تخوا تيب داكسون، والحروف اللي كتبنا عليهم هو E I A. هنا je manipule et je réfléchis, je relis le texte et je complète le tableau suivant. يعني كنص وحاول تعمر هذا الجدول. اذا هنا هاد لي زاكسون حنا كنا استخرجناهم، انا غنعاود نكتبهم، فهمنا هنايا، ومن بعد هذيك الساعه نصنفوهم. اذا الكلمات اللي عندي هما هادو 8، فهمنا. انا ما قدتنيش هنايا، زدت فخير هنايا و ا هنايا. دابا هنا لي مو افيك اكسون اغ، ملي كنقولو لاكسون اغي هي اللي كتكون على يدنا ديال اليسار، بحال هيدا ملي كندير مثلا الاصبع ديال اليسرى كتعطيني هاديك لاكسون. بالنسبة لغراف هي العكس، يعني باليد اليمنى ديالي. اما سيركونفليكس بحال كنلقاو هاد جوج ديال لاكسون و كيعطيونا اكسون شاب، فهمنا. اذا بالنسبة لهادي نبداو بهادي. اذا عندنا الكلمة الاولى هادي ديبي، عندنا ايتي، عندنا صافي، هادو جوج كلمات اللي عندنا. غنمشيو لغراف. غراف فيها فخير، فخير بير مير، هادو كاملين فحال فحال فخير. وعندنا غروند، انا كتبت غير جي غروند مير باش يقدرني اتساع. وعندنا بخي، يعني ممكن انكم كتبوا لينا بقى نص طر هنا خاوي. غيبقاو لنا ايضا عندنا ا، فهمنا. دابا بقاو لنا عندنا جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، بقاو لنا جوج اللي هما أت، وعندنا فات. إذا عندنا فات وعندنا أت. إذا هادو هما لي زاكسون اللي عندنا بالنسبة للتصنيف ديالهم في الجدول. غنمشيو لا دوزيام كيستيون. جو لي أ هوت فوا لي مو سويفون إي جو لو كومبليت أفيك أو أفيك أكسون غراف أو أو أفيك أكسون أغي. هنا لو ماتيني، اذا لا ماتيني، اذا هنا اكسون اغي. هنا مون بير،
مون بير. اذا هنا اكسون غراف هذا ان اليف. هنا عندنا جوج ديال ال الاولى غتكون اغي الثانيه غتكون غراف اليف. هنا اوفري اللي هو عامل او مستخدم اوفري. اذا هنا اكسون غراف دفتنا. اذا هادو هما لي زاكسون اللي عندنا بالنسبه لا دوزيام كيستيون. هنا جو روتين القاعده واستخلص. نعم ممكن انكم تقراوها. ثم ننتقل للصفحة رقم 35. عندنا جاجوت أومو لي زاكسون كي مونك، يعني قالوا لنا زيد لهم لاكسون اللي ناقصه. هنا لا فونيتر، إذا هنا لا فونيتر، إذا هنا أكسون سيركونفليكس. لا بورتيي، لا بورتيير، إذا هنا لا بورتيير، إذا هنا أكسون غراف. هنا لا تيليفزيون، هادو بجوج بيهم اكسون اغو. تيلي تيليفزيون. هنا ان غاتو، اذا هنا سيركونفليكس. ا كريم لا تيت، لا تيت سيركونفليكس. بيبي دو بيبي. اتفقنا. اذا هادو هما لي زاكسون اللي عندنا هنايا بالنسبه لهاد التمرين. لا دوزيام كيسيون تقريبا نفس السؤال. جو كومبليت لي مو سويفو افيك او افيك اكسون اغو اكسون غراف. Le téléphone, il y a deux accents, deux E avec accent aigu. La lumière, il y a quand je bdoue, je suis notre, il y a un accent grave. La réponse, il y a un accent aigu. La ré, la réponse. Le numéro, lui, nu, mi, mi, le numéro. Il y a le café. Il y a le problème. اذا هنا le problème. هنا je met les accents où il faut. هنا عطاونا جمل وحنا خصنا نحددو الكلمات اولا اللي غيكون فيهم دي زاكسون وعاد نديرو لي زاكسون. عندنا ma mère est partie en voyage. اذا عندنا mère. mon frère préfère de déplacer à vélo. اسماء بوجيبار اي لا بروميير. فان ماروكين ا انتيغري لا نازا. اذا هنا بالنسبه لنا عندنا مير افيك اكسون غتكون هنايا لاكسون اللي غتكون عندنا هي اكسون غراف. غنمشيو فخير ايضا اكسون غراف. مير فخير بير. اذا هنا بريفير دو اكسون pré ou faire. يعني هنا اكسون اغو هنا غراف. و ديبلاسي ديبلاسي غنحتاجو اكسون اغو. و فيلو غنحتاجو ايضا فيلو اكسون اغو. وهنا بروميير بروميير اكسون غراف. وهنا غيبقى لي ا انتيغري لا ناسا اذا اكسون غراف ايضا. اتفقنا. اذا هنا غنمشيو لا دوزيام كيستيون. جي كري اون فراز avec chacun des mots représentés par l'image suivant. On a trois images. La première, un fait d'anniversaire, un garçon qui erre sur la lumière. Iden ohnaya le thé. Yani mshrob chavi lada al-magharib. Iden hna بالنسبة الأولى غنديرو la fête. نفس الكلمة اللي عندنا هنا. La fête d'anniversaire da ني فيغ لانيفيرسير مثلا ا كومونسي. يعني الحفل ديال عيد الميلاد بدا ا كومونسي. دفقنا. اذا هنا هذا بالنسبه للجمله الاولى. الجمله الثانيه لونفون هاد الطفل هذا لونفون لونفون لي يقرا لي سون ليفغ يقرا كتابه son lèvre sur la lumière. Sur la lumière. La lumière. مزيان. إذن هذه بالنسبة للجملة الثانية. نمشيو للجملة الثالثة. يرون مثلا المغاربة لي ماروكان. ماروكان. بواغ. يعني يشربون بواغ. او ام
نديرو ام لول ام يحبون شرب الشاي بواغ لو تي. اذا هذو هما الجمل اللي عندنا احبائي بالنسبه لهذا السؤال. كيبقى لنا لا ديكتي ممكن انت مع وليداتك في المنزل انك هاد الكلمات اللي درنا اللي سبقوا مثلا هاد الكلمات اللي عندنا مثلا لو تي لوميير كومونسي فيت هاد الكلمات اللي هنايا فهمنا، وايضا هاد الكلمات اللي عندنا في هاد الصفحه هذه تحبسهم انت مثلا والطفل ديالك ياخذ الدفتر ديالو او اللوحه، يعني انت الطريقه اللي كتفضل تخدم معاه مع الوليد ولا مع البنت ديالك، وتفتح عليهم هاد الكلمات، حاول انك تقرا عليهم هاد الكلمات وهم يكتبوهم باش كيتعودوا على لي زاكسون. الفرق اللي هنايا ما بين لاكسون اغي وغاف راه سهل اننا نفرقهم، لان لاكسون اغي كتنطق بحال اي، يعني بحال واحد الحركه قصيره، مي بالنسبه للغاف بحال كنجرها شويه. اتفقنا؟ يعني تاغ ماغ فخاغ، يعني بحال كنطول فيها. عكس ديال الاخر كنقولوا تي لي مثلا تيليفون غي بونس مثلا بي اتفقنا كافي، هادو يعني كتكون كنوقفوها يعني بحال كتكون ساكنه. اذا احبائي هذا كان كل ما يتعلق بالدرس اليوم، القاكم مع ليكسيك لاباج 36 37 اوروار.